بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض سي سي ان ام 10301. احنا لسه في البيزك كونفيجريشن بارت. المحاضره اللي فاتت خدنا حاجات بسيطه كده عن اوامر الشو، وخدنا ازاي تحط الكلوك، وقلنا مهم جدا ان التايمنج في النتورك يبقى مظبوط. وخدنا ازاي تحط هوست نيم للنتورك. النهارده ان شاء الله هنكمل البيزك كونفيجريشن، هنتكلم على الراوتر. يا شباب سيبك من السويتش دلوقتي، احنا هنتكلم في الفيديو ده على الراوتر. طيب خلينا نبتدي. اول حاجه هتعملها لما تخش على الراوتر يا شباب، ان انت هتحط له باسورد للبريفليج مود. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو واقف على المود بتاع الانيبل، وحد داس كلمه انيبل يقابله الباسورد، هيقول له انت مين. مش اي حد كده يخش على الراوتر او السويتش يخش من غير اوثورايزد ومن غير باسورد والكلام ده. طيب علشان نعمل الكلام ده هنخش على الكونفيجريشن مود. انت ممكن على فكره تدخل معايا، يعني ممكن افتح سيسكو باكيت تريسر وحط الراوتر قبل ما احنا نشتغل وخش اكتب معايا. هخش على الكونفيجريشن مود انيبل، بعد كده كونفيجريشن تيرمينال، هيدخلك على الكونفيجريشن مود، وهتكتب الامر اللي اسمه انيبل سيكريت مسافه، وتحط الباسورد. الانيبل سيكريت ده شباب بيعمل لي باسورد انكريبتد، بيكون مشفر. طيب في امر تاني اسمه انيبل باسورد، بيعمل باسورد نوت انكريبتد، اي حد ممكن يشوف امر الران، لذلك نوت ريكومند ان احنا نشتغل بيه، وهنشتغل على طول بالانيبل سيكريت. يبقى ده اول امر هنعمله، ان احنا هنحط باسورد على البريفليج مود باستخدام امر الانيبل سيكريت. طيب تاني حاجه عايزين نعملها، ان احنا ندي اي بي ادرس للراوتر ده عشان نكونكت عليه ريموتلي، عشان اديله اي بي ادرس عن طريق اي انترفيس في الراوتر. يعني انا مثلا ال 1841 كان عندي فاست ايثرنت 0 1، انا اسف 0 على 0 و 0 على 1، اي انترفيس فيهم هفتحها بحط لها باسورد. خلينا على سبيل المثال هدخل على الكونفيجريشن مود واكتب كلمه انترفيس مسافه، واكتب الانترفيس اللي انا عايز ادخل عليها. وطبعا احنا عشان نعرف الانترفيسز اللي عندنا خدنا الامر في الفيديو اللي فات شو انترفيسز او شو اي بي انترفيس بريف او شو ران، هتعرف الفتحات اللي موجوده عندك في الراوتر. اي فتحه فيهم بس تكون عارفها عشان اللي انت هتوصل بيها السويتش او البي سي بتاعك هتخش عليها. هكتب انترفيس واكتب اسم الانترفيس، بعد كده شباب هيدخلني على السب كونفج، او احيانا بيسموها الانترفيس مود. هيقول لك اهو انا في الكونفيجريشن تحت الاي اف اللي هي اختصار لانترفيس، هدي له بقى الامر اي بي مسافه ادرس مسافه، وادي له عنوان الاي بي بتاعه مسافه، وعنوان السبنت ماسك بتاعه. بعد كده ما تنساش امر مهم جدا اللي هو نو شت داون. ليه؟ لان احنا لما عملنا شو انترفيسز لو تفتكر كان الانترفيس دي على مستوى الهاردوير داون، يعني هي اصلا كفتحه او مخرج في الراوتر هي كانت داون، فلازم احنا نفتحها وفي نفس الوقت نديها اي بي علشان تبقى على مستوى البروتوكول. يبقى الاي بي ادرس دوت احنا كده قلنا للبروتوكول اعمل اون، ونو شت داون قلنا للهاردوير تعمل اون. طيب بعد كده هخرج من الكومن، يبقى دي تاني حاجه انا هعملها على الراوتر، ان انا هدي اي بي ادرس للراوتر تمام علشان اقدر اكونكت عليه ريموتلي وابتدي اتعامل عليه يعني عامه. طيب تالت حاجة شباب، عايزين بقى نفتح اللاينز اللي هتخلينا نكونكت ريموتلي. عندي ثلاث انواع من اللاينز احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. عندي اللاين في تي واي، دي اللي هي التيل نت يا شباب، ودي قلنا ان هي نوت سكيور ان انت تعمل بيها ريموت، ولكن احنا هناخد الكونفيجريشن بتاعها. وعندي اللاين كونسول. طب ليه انا هحط باسورد على اللاين كونسول؟ عشان مش اي حد يوصل كابل الكونسول في الراوتر والسويتش يدخل يلاقي نفسه في اليوزر مود ويدخل على الانيبل ويبتدي يتعامل، مفيش الكلام ده طبعا. فالكونسول ايضا يعتبر احد اللاينز اللي احنا بنحط عليها باسورد علشان لما حد يجي يكونكت عليها يقابله على طول باسورد، تبقى الدنيا سكيور عندي. طيب عشان ادخل على اي لاين هكتب كلمه لاين مسافه في تي واي. الفي تي واي بقى يا شباب بيطلب منك سيشن من 0 ل 4، يعني 5 سيشن، حاجه زي الاري كده في البرمجه. الصفر دي بتتعد معانا، يعني الصفر هي رقم 1 لحد 4، هيبقى معاك 5 سيشن. طب في كام سيشن؟ على حسب الراوتر، ممكن من 0 ل 15 زي ما انت عايز، على حسب الراوتر مديك سيشنز قد ايه، ان هم كام واحد هيكونكت على الراوتر ده ريموتلي في نفس الوقت. فالسيشنز الديفولت كونفيجريشن اللي سيسكو دايما بتكومند بيها اللي هي من 0 ل 4 5 سيشن، ودول اصلا رقم كبير
ان خمسه يعملوا كونكت في نفس الوقت على مستوى الشركه عندك، اللي بيحتاجوا ارقام كبيره السيرفيس بروفايدر مثلا لو شغالين على ايدج راوتر او حاجه. طيب بعد كده هقول له الباسورد، كلمه باسورد، وادي له الباسورد بتاعي. بعد كده كلمه لوجن، وكلمه لوجن هنا معناها ان انت هتعمل لوجن من خلال الباسورد ده شباب، لان في انواع تانية زي لوجن لوكال وما الى ذلك هنتكلم عنها ان شاء الله قدام. يبقى انا لما بقول له لوجن انا بقول له حضرتك هتستخدم الباسورد اللي انا لسه حاططه لك من شويه ده. طيب نفس الكلام في الكونسول، هقول له لاين كونسول 0، انا ما عنديش اصلا اللاين كونسول واحد وهو رقمه 0، وهقول له كلمه باسورد وادي له الباسورد بتاعي. بعد كده اقول له لوجن، برافو عليك ان انا هعمل لوجن من الباسورد اللي انا اديته لك ده. طيب اخر حاجه بقى شباب، بعد ما نخلص لازم نعمل سيف للكونفيجريشن. هرجع على الكونفيجريشن مود وابتدي ارجع للانيبل مود واقول له كوبي رانينج كونفيج، اللي هي حط لي الكونفيجريشن اللي انا شغال عليه في الرام. برافو عليك، الرانينج كونفيج دوت بيعبر عن الرام. حطه لي في الستارت اب كونفيجريشن، حطه لي في الانف رام. ليه؟ علشان لو الكهرباء قطعت او عملنا ريستارت للراوتر او وات ايفر، الكونفيجريشن بتاعتي تفضل محفوظه وما تروحش. طيب عشان اشيك على الكونفيجريشن اللي انا عملتها ديت، زي ما انا على الانيبل هقول له شو رانينج كونفيج، والامر ده احنا خدناه في الفيديو اللي فات. طيب تعالى بقى نروح نطبق الكلام ده بشكل عملي كده على السريع. انا فاتح الراوتر من الفيديو اللي فات اهو، انيبل، هخش على الكونفيجريشن تيرمينال. تمام، اول حاجه قلنا هنعمل حاجه اسمها انيبل سيكريت، هندي باسورد هنخليه مثلا سيسكو. تاني حاجه شباب، هدخل على الانترفيس مثلا، احنا هنا فاست 0 على 0. لو انت ما تعرفش ارقام الانترفيسز عندك هتخش، برافو عليك، تقول له شو انترفيسز او شو ران او شو انترفيس او شو اي بي انترفيس بريف، هيجيب لك ارقام الانترفيسز عندك. اقول له اي بي ادريسز، هندي له مثلا 192.168.1.1، وده يعني اغلب الرواتر بتاخد الرقم ده. وادي السبنت ماسك بتاعه 3255.0. وهبتدي اقول له نو، ما تنساش شوت داون لان هو مقفول باي ديفولت. وهنا قال لك ايه الانترفيس فاس ايثرنت 0 على 0 تشينج ستيت تو اب، اهو خلاص الراجل ده شغال. بعد كده هعمل اكزيت وابتدي اخش على اللاين في تي واي التيل نت اهو، من صفر لمسافه 4 هنعمل 5 سيشن، ونقول له باسورد مثلا سيسكو، ونقول له لوجن. تمام، طيب اكزيت وهدخل على اللاين كونسول 0، هبتدي اقول له باسورد سيسكو، و ما تنساش تقول له لوجن، يعني انا هستخدم الباسورد اللي انا لسه حاططه لك ده. طيب اكزيت اكزيت تاني، وابتدي اقول له بقى ايه، برافو عليك، كوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. انا حفظت الكونفيجريشن بتاعك، بيقول لك الديستنيشن فايل ستارت اب كونفيج، دوست اوكي، حفظ لي الكونفيجريشن بتاعي. ابتدي بقى اقول له شو ران، وريني بقى اعمل اللي انا عملته ده ايه. طيب بص، الانيبل سيكريت باسورد مشفر اهو، انت مش شايفه، واخد بالك؟ دي كلمه سيسكو المفروض احنا كاتبينها. وادي الهوست نيم اللي احنا حطيناه، ظهر عندي اهو في الكونفيجريشن، وهتلاقي ادي الانترفيس يا شباب، خد الاي بي ادرس بتاعه. التاني اهو لسه شوت داون، الراجل ده خد الاي بي ادرس وخلاص بقى مش شوت داون. وعندي اللاين، عندي اللاين كونسول 0، الباسورد بتاعه بص ظاهر ازاي، سيسكو نوت انكريبتد، باسوردات عاديه خالص. زي كان لما باجي اعمل انيبل باسورد بيديني باسورد نوت انكريبتد، بيشو، وبيكون سهل على الهاكر ان هم يخترقوه. هنشوف ازاي هنحل المشكله ديت واحنا بنكمل ان شاء الله في البيزك كونفيجريشن. وادي الفي تي واي من 0 ل 4، الباسورد بتاعها سيسكو، ولوجن بتستخدم الباسورد. الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.